اليوم راح نسوي مرق اليقطين او مرقة الكوسة. في البداية نقشرهم. بعد ما قشرتهم راح اقطعهم مربعات. زيت، نحط البصل، نحمس، بطاطا، شوية ثوم، نحمس، شوية طماطم، نحمس، شوية كزبرة، نحمس، شوية صلصة، نحمس، كركم، كزبرة مطحونة، سبع بهارات، فلفل أسود، ليمون أسود، وشوية ثوم مثل ما هو. نحمس كلش زين، خلي الدجاج نحمسهم مع بعض. نحمس الدجاج كل زين، نخليه لحد ما ينزل مية الدجاج ونطبخ على مية الدجاج. وهسه راح نسكره هنا بعد 10 دقائق من الحمس او نزلت ميها. شوف المي اللي نزل. راح اخلي الكوسة، خليت كل الكوسة وراح احمسهم مع بعض. لحد الان انا ما حطيت ولا شوية مي. بعد ما حمستهم حوالي 3 دقائق راح اخلي المي، حطيت المي حار وهنا نغطيها حوالي نص ساعة ونرجع لكم بعد ما تكون جاهزة. هذه مرقتنا خلصت، وشوفوا محلاها. وبالعافية.